خلينا ناخد معانا سيادة النائب والكاتب الصحفي الكبير أستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وطبعا عضو مجلس الشيوخ. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك أستاذ يوسف، تحياتي ليك ولكل الشعب المصري وخالص العزاء لينا كلنا لمصر ولأي حد محترم في شهداء الوطن النهاردة. صحيح أستاذ عماد، في تقديرك الضربة بتاعت النهاردة لمحطة المية في غرب سيناء وفي إطار التوقيت، في رأيك إيه السبب وإيه المراد؟ المراد أنا أتفق معك تماما فيما بدأت به، دايما بيقول لك في أي جريمة ابحث عن المستفيد. في مستفيد، يعني في ثلاث مستويات للاستفادة. في مستوى على مستوى التنفيذ وهي العناصر التي تنفذ وهي تعتقد أنها تجاهد في سبيل الله بين مزدوجين، يعني وهي ترتكب أعمال. يعني نتذكر أن الناس دول هم اللي قالوا إحنا أنصار بيت المقدس أول ما بدأوا، ودوا ظهرهم لبيت المقدس وبدأوا يقتلوا فينا في الشعب المصري الجيش والشرطة والمجتمع. صح. فده المستوى الأول البسيط. المستوى الثاني هي التنظيمات المتطرفة الإرهابية بدرجاتها المختلفة اللي هي حكم عليها الشعب المصري بالإقصاء والإبعاد، وبالتالي بيحاولوا ينتقموا من الشعب المصري بأكمله، وبالتالي هي ضربة توقيت بتاعها لا يمكنك أن تفصلها عن الحوار السياسي والانفراج التي شهدناها في المشهد السياسي المصري في الأسبوعين الماضيين منذ أن أعلن السيد الرئيس عن هذا الحوار في توشكا ثم فصله أكثر في إفطار الأسرة المصرية. فهذا هو المستوى الثاني. المستوى الثالث هي الدول الأخرى أو الأجهزة التي لا تشعر بأي راحة لأن مصر تبتدي تشم نفسها، فبالتالي يكون من مصلحتها وجود مثل هذه العمليات. وظني الشخصي أن هذه يعني من الذي لا يكون سعيدا بتعمير سيناء، باستقرار سيناء، بأن تكون هناك مشروعات، أن تزدهر الحياة؟ يعني هو طرف معروف، يعني قوة كثيرة جدا يعني تستفيد بصورة مباشرة أو غير مباشرة من استمرار الأوضاع في سيناء بهذا القدر من عدم الاستقرار، حتى لو قالت في العلن أنها صديقة لنا. وبالتالي دي ثلاث مستويات لا تستطيع أن تفصل بينها وتستفيد وتتبادل الأدوار في مرات كثيرة. لكن أظن العامل الحاسم في هذا الأمر هو الإعلان عن الحوار السياسي، الضربة الموجعة التي واجهتها القوى المدنية التي قبلت وحضرت هذا إفطار الأسرة المصرية، ثم المشاركة في الحوار، ثم حالة الحراك السياسي الجديد على المجتمع المصري. هذا الأمر أشعر بعض القوى الإرهابية والمتطرفة أنها ستعود إلى حجمها الطبيعي، ستعزل مرة أخرى، فمن مصلحتها أن تتم مثل هذه العمليات. لكن ظني أن هذه العملية ستنقلب عليهم وسيدفعون ثمنها غاليا، لأن للأسف الشديد بعض الناس أحيانا يخدع بمثل هذه الشعارات التي تطلق والتشويش ومحاولات الإرباك والإرهاق. مثل هذه العملية تجعل البسطاء المصريين الذين يخدعون أحيانا بهذه البيانات وهذه التصريحات من الجماعات المتطرفة يدركون حقيقتهم على أرض الواقع. أستاذ عماد، أنا بشكرك جدا، تعزينا مرة تانية بالقطع إلى أن نلتقي في يعني جلسة أكثر اتساعا في البرنامج. أنا بشكرك جدا كاتب الصحفي الكبير وعضو مجلس الشيوخ الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق.